عايز اقول لكم انه تايم سبورتس قناه مختلفه، الشكل جديد، المحتوى جديد، كله جديد في جديد. شكلنا عم سيف هنلعبها صح، واحنا شكلنا كابتن كمان هنبتديها صح. من بدايه اليوم هيكون البرامج مختلفه تماما. العبها صح هو البرنامج اللي هنبدا بيه على تايم سبورتس، واضح ان هو هتكون منافسه شرسه ورباعيه. يحيى، مريهان، ميركل، كريم، مساء الفل يا شباب. مساء الفل عليكم. النهارده بس مساء الفل، بس بعد كده هنقول ايه يا عم يحيى؟ صباح الفل يا كابتن، معروف عليكم. صباح الفل عليكم، ربنا هتعملوا ايه؟ مساء الفل عليك يا كابتن. ان شاء الله هنستناكم ولا ايه؟ ده كل يوم ما تقلقش. كل 6 الصبح؟ بس لا 11 لا 11 احنا بنحب المشاهدين، مش هنعمل كده. كابتن سيف بس الشياكه شويه مغيره. كله جديد يا باشا. طبعا عايز اقول في الاول هو كابتن يحيى بيبتدي معايا البدايه دي على اساس اليوم يعدي. انا لازم لو ما ابتداش البدايه دي ما كانش هيعدي معايا. هيعدي لا عايز اقول في البدايه طبعا ان انا مبسوط، ودايما ببقى مبسوط ان انا ببقى موجود مع حضرتك طبعا ومع كابتن سيف، ويا رب دايما مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يا كابتن منورين الدنيا كالعاده، وكمان انا زي يحيى بالظبط مبسوطه جدا ان احنا بنقدم محتوى مختلف، والهدف طبعا امتاع المشاهد المصري اللي بيعشق الكوره بشكل مش طبيعي. دايما بننزل الشوارع بنشوف عشقهم للكوره، واقل حاجه نقدمها لهم ماتشات منتخباتهم بشكل مش مشفر. ميركل، ايوه ايوه، رمضان كريم. انا بقى مش عايزه اقول لكم رمضان الله اكرم، انا مش عايزه اقول لكم قد ايه انا متحمسه. اول مره اقف الوقفه دي، بس متحمسه لان طول عمري كنت بقضيها يعني رياضه وكده، طول عمري بتفرج عليكم، ودلوقتي من اول مره هقف هنا وهنعقب على الماتشات ان شاء الله. كريم عندك ايه بقى؟ قول لنا، قول لنا يا باشا عندك ايه. كابتن شوبير، بص احنا زي ما بنستمتع بحضرتك بنستمتع بالكابتن سيف، ومستمتع كمان بزمايلنا اللي جنبي دلوقتي، هنحاول طول الوقت نخلي كمان المشاهد يستمتع بالشكل الكافي تماما من الصبح لحد نهايه اليوم. عايزين طول الوقت يكون مرتبط بشتنا، وطول الوقت مرتبط كمان باخبارنا وافكارنا وكمان شغلنا الفني او الاخباري. ان شاء الله من 11 الصبح لحد الساعه 1 الظهر برنامجنا هيحاول يكفي المشاهد هذا القدر، وان شاء الله على مدار اليوم هيكون نفس الامر على الشتنا. مفيش انفراد النهارده؟ لا احنا لسه هنقول لكم كتير يا كابتن، احنا لسه ما خلصناش. انت مستعجل ولا ايه؟ والله لا، ده احنا لسه عندنا كتير. لا لا انتوا خلاص يا كابتن، لو سبت ايه هنطلع معاه الصبح. لا احنا مش عايزين، بس ان مش عايزين نحرق بسرعه يعني. طبعا من الصبح في انفرادات. لا زي ما قلنا لحضراتكم طبعا ان احنا هيكون عندنا انفرادات واحداث، وزي ما قلنا في الاول اللي احنا بندعم منتخبنا الوطني ورا منتخب مصر في اي حاجه. هنتكلم عن محمد صلاح طبعا، نجم منتخبنا الوطني ونجم نادي ليفربول الانجليزي، واللي اصبح ايقونه عالميه كل الانديه بتتنافس ان هو يكون موجود معاها. زي ما يحيى قال بالظبط، وتحديدا يوم 1 يونيو اللي جاي مباراه مرتقبه عند كل عشاق كره القدم، نهائي الشامبيونز ليج ما بين الريدز والسبيرز، ودي هتكون نهايه موسم رائع لمحمد صلاح مع فريق ليفربول، ولكن هتكون بدايه ان هو يفكر في ايه خطواته اللي جايه. انا بحاول بقى افكر انه محمد صلاح هيعمل ايه يا ترى الموسم اللي جاي. ممكن انا اقول لك بقى؟ قول. صلاح يلعب في ريال مدريد، صلاح يلعب في برشلونه، صلاح يكمل في ليفربول، كل الامور دي وارده، كل الامور دي التقارير العالميه بتتكلم عنها يوميا. مصير صلاح ايه؟ مستقبل صلاح عامل ازاي؟ ده هنعرفه ان شاء الله على مدار حلقاتنا في العبها صح على تايم سبورتس، كل يوم من الساعه 11 الصبح للساعه 1 الظهر، اخبار محترفينا، اخبار بالتاكيد محمد صلاح اللي كل حضراتكم بتهتموا بيها، وكل اخبار الكره المصريه سواء محليه او على مستوى منتخب مصر هتكون معانا من الصبح الساعه 11 للساعه 1 الظهر. خليكم دايما معانا، بنبعت لكم قبلاتنا التوفيق. واضح يا كابتن ان شاء الله هتكون حماسيه وسخنه جدا. طبعا يا كابتن سيف، واضح كده. نقول لكم حاجه ثانيه يا كابتن ولا نخليها؟ بس على فكره عايز اقول لك حاجه يا يحيى، ميركل شكلها قلقانه منك. مين ميركل شكلها قلقانه؟ قالت اول مره في الوقفه دي. ابدا محدش بيستريح لك. لا لا بقول لك الصراحه يعني، بس انا عايز اقول لك حاجه، كل الحقيقه اللي اشتغلوا معانا واللي اشتغلوا مع كابتن شوبير الفتره اللي فاتت، اي حد بيجي جديد بيحس ان هو شغال بقاله 100 سنه طبعا. وكل الناس زي بعض، وكل الناس في النهايه نجوم. دي جمله بس، لان انا الحقيقه يعني كان ليا تجربه زمان مع كابتن شوبير، والشباب كان ليهم تجربه معانا، وان شاء الله باذن الله. ونحن نشهد طبعا، نشهد تماما. ده شرف ليا، انا فعلا متحمسه للتجربه. هتنوروا الشاشه، هتنورونا، هيبقى اجمل واروع واحلى صباح ان شاء الله بكريم وميركل ومرهان ويحيى حمزة بإذن الله.